السلام عليكم. تعرض أمس الثلاثاء طالب جامعي إلى حادثة خطيرة بالإقامة الجامعية سعيد محمد بولاية تيارة، وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ضرب الطالب الجامعي من قبل أشخاص حين أرادوا رميه من النافذة بالطابق الثاني للإقامة الجامعية، وقد سارع بعض الطلبة المتواجدين بالإقامة إلى الصعود من أجل فك الطالب الجامعي من أيديهم، كما لجأوا إلى الصراخ من أجل لفت انتباه أعوان الأمن بالإقامة الجامعية وفكه لتفادي وقوع جريمة لا قدر الله. وقال الطالب الجامعي في فيديو تم نشره على الفيسبوك أن المعتدين عليهم مدير الإقامة وسائقه بسبب الظروف الكارثية التي تعيشها الإقامة الجامعية هناك من قلة الأمن والتدفئة وتقديم وجبات رديئة. الطالب الضحية تحصل على 21 يوم عجز من الطب الشرعي وتقدم بشكوى رسمية لدى المصالح الأمنية. احنا كنا في حركة احتجاجية على مستوى قطاع الخدمة الجامعية بكيت يمكنك 15 يوم، ولكن صوتنا قبل بهذه العملية التي قام بها مدير الإقامة رفقة سائقه، وإن تعرضت لنا الاعتداء اعتداء جسدي ولفظي وحتى محاولة قتل، وما تبينه كذلك هاي الصورة تبين لكم واضحة، واني اليوم وهرم اللي باري تاعي وكسبه كل شيء واضح اليوم، لأن قلنا كلمة الحق وطلب رمي عنه داخل الإقامة الجامعية لسوء التغذية ولتدفئة إلى العديد من هذه